موضوع الطيارات اللي ممكن يتم التحكم فيها عن بعد او اللي من غير طيار واللي صغيره جدا لدرجه انك ممكن ما تاخدش بالك منها مش خيال علمي، وفي حاجات حقيقيه منها موجوده في البحريه الامريكيه تستخدم في الاستطلاع والتصوير عن بعد، وهي طيارات صغيره جدا بيتم التحكم فيها عن بعد بكل سهوله. تخيل طياره زي دي وزنها حوالي 18 جرام ممكن تتحط في الجيب، وهي شكل الطياره الهليكوبتر بالظبط، وبيتم التحكم فيها عن طريق جهاز فيه شاشه بتعرض اللي بتشوفه الطياره عن بعد، وممكن كمان تصور بالليل وبالنهار. في الحقيقه موضوع الطيارات الصغيره دي مش هو الازمه ولا هو الخطر الحقيقي، لكن الخطر الحقيقي هو الاستخدام والتوظيف للنوع ده من الروبوتس والبرامج اللي بتتحكم فيه وتقنيات الذكاء الصناعي المرعبه اللي ممكن تغير وظيفه الاله دي 360 درجه. في طيارات من غير طيار معتمدة على الذكاء الصناعي بتعملها شركة متخصصة في تكنولوجيا الدفاع، ممكن يتحط عليها أسلحة زي ما انت عايز تقول قول، ده غير انها بقى تقدر تحدد الهدف وتتعرف عليه بسهولة وتظبط نفسها اوتوماتيك. تعال بقى اوريلك نموذج حي للتقنية دي. What if we told you the future is now. Robots are replacing combat soldiers. Unnecessary casualties are becoming part of the past. Minimizing collateral damage and uninvolved casualties. Duke Robotics presents KiCad, the future soldier. With TCAD, the future battlefield has arrived. A fully robotic battalion, capable of identification and surgical neutralization of hostiles in the field. Can now be deployed to places human soldiers can't reach or simply shouldn't have to go. TCAD is able to adjust to the right place and time. The TCAD robot is designed to identify, target, and engage in real-life scenarios. TCAD takes the full recoil of the weapon discharge, compensates for its force, and quickly readjust to stay on target and in the fight. موضوع فعلا في منتهى الخطوره، والادهى بقى لما يكون بيستخدم الذكاء الصناعي، والالات دي تتعلم بقى لوحدها وتتصرف لوحدها وتتفاعل مع بعضها كمان. وحتى الفكره اللي ممكن تكون شكلها خيالي دي معمول عليها ابحاث كتير جدا. سنه 2014 معهد اي تريبل اي نشر فيديو لجامعه هارفارد عن تجربه لمجموعه من الروبوتس الصغيره جدا اللي بتتفاعل مع بعضها وبتفهم بعض عن طريق الذكاء الصناعي. يعني آلاف الروبوتس ممكن تنظم نفسها تلقائيا بأي طريقة حسب برنامج للذكاء الصناعي. تخيل بقى الروبوتس الصغيرة دي أي حاجة تخطر على بالك، سرب بقى مكون من آلاف الطيارات اللي من غير طيار، أو جيش من الآليين اللي ممكن يغزو مدينة أو يحارب بلد بدل البني آدمين، أو حتى يحاربوا البني آدمين نفسهم. لو فكرت في السيناريو ده وفي الأبحاث دي هتعرف تحدد إذا كان الفيديو اللي عرضناه في أول الحلقة خيال ولا تحذير من سيناريو مرعب البشرية داخل عليه لو ما فوقناش اللي بيحصل من التطور في الأبحاث دي. فاكر بقى سرب الطيارات اللي شفته في الفيلم؟ تعال أفكرك بيه. بيفكرك بأفلام الخيال العلمي اللي اتكلمت عن حاجات قريبة شبه الفكرة دي. في مسلسل انجليزي اسمه Black Mirror كان في حلقة في جزء مهم جدا فيها عن أسراب النحل الآلية اللي زي الدرونز واللي بتقتل الناس في أي مكان حتى عن طريق الهاشتاج أو بوست على الفيسبوك. 1. Pick a target. Oh my god. 2. Post their name and photo with hashtag death 2. 3. Most popular target will be eliminated after 5 p.m. each day. 4. Game resets at midnight. Dumb. I'm on the fucking chopping block here. Number one on the list. The people's fucking choice. I know you will see the beauty. خيال علمي طبعا يا راجل، كبر مخك. في الحقيقه ده مش خيال علمي، لان في ابحاث معموله على حشرات اليه فعلا بيتم التحكم فيها عن بعد، عملتها جامعه هارفارد سنه 2015 زي ما هنشوف في الفيديو ده.
ده شيء جميل جدا. ما خلصناش بقى من الطيارات اللي من غير طيار عشان يطلع لنا كمان حشرات آلية. تخيل بقى الحشرات الآلية دي لو بقت ذكية وتعمل منها أسراب من الآلاف أو ملايين الحشرات، تفتكر إيه اللي ممكن يحصل؟ عموما قبل ما تفكر إن ده خيال برضو، خلينا أوري لك اللي عملوه في أسراب الطيارات الصغيرة ومن 2012. زي ما قلت لك دي معتمدة على الذكاء الصناعي، والأهم من الآلات دي تتعلم إزاي تتفاعل مع بعضها من غير تدخل الإنسان. فاكر فيلم تشابي؟ تعال نشوف جزء مع بعض. The deployment of the planet's first robotic police units became the focus of the world in 2016. Drop your weapons, you're under your arrest. Vincent Moore is a former soldier. The problem with artificial intelligence is it's way too unpredictable. The Scout's creator, Dion Wilson, sees a rich future. What interests me is a machine that can think and feel. That's it. Come. You are Chappie. Chappie. A thinking robot could be the end of mankind. Destroy that robot. Burn it to ash. Something of great danger headed our way now. جيش من الروبوتس مع ذكاء صناعي، يعني سيناريو مش محسوب. طبعا ده فيلم، بس انت شفت بنفسك الابحاث العلميه شغاله. طب شفت فيلم بقى اي ان ذا سكاي؟ لو ما شفتوش يبقى لازم تشوفه، عشان ساعتها هتعرف ان افلام الخيال العلمي ما بقتش خيال، خصوصا بعد ما شفت الابحاث العلميه. تعال اوري لك جزء من الفيلم. Intelligence of a meeting between Danford and numbers 4 and 5 on our most wanted list. We believe that they're connected to the recent suicide bombing in Kenya. We have information that they will be in this house today. This is an operation to capture, not kill. Range 22,000 feet. You have your orders, Lieutenant. Your job is to be their eye in the sky. Yes, ma'am. I have to know if Danford is inside and who is with her. طبعا انت سمعت كتير بقى كلمة الذكاء الصناعي والآلات اللي بتتعلم لوحدها اكتر من مرة في الحلقة، وعايز تفهم بقى ايه علاقة الذكاء الصناعي بالموضوع اللي بنتكلم عليه ده، وايه هو اصلا الذكاء الصناعي. عموما احنا اتكلمنا عن الذكاء الصناعي قبل كده، بس مفيش مانع نشرحه بطريقة ابسط عشان نفهم احنا رايحين فين. الذكاء الصناعي من اكتر الموضوعات اللي اتعمل عليها افلام خيال علمي. فكرة ان في آلة ممكن تحاكي ذكاء الانسان او حتى تتفوق عليه الهمت كتير من كتاب الخيال العلمي من سنين، بداية من أفلام زي سبيس أوديسي 2001 واللي اتعمل في الستينيات القرن العشرين زي ما هتشوف حالا. From an ominous computer system in 2001, a space odyssey. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. مرورا بقى بكتير من الأفلام والمسلسلات زي ويست وورلد اللي كان فيه إنسان آلي زي الإنسان بالظبط، مرورا بقى بإكس ماكينة اللي اتكلمنا عليه قبل كده، وغيرهم كتير جدا. التطور اللي حاصل في الذكاء الصناعي والآلات اللي بتحاكي الإنسان خلى كتير من الشخصيات المعروفة عالمياً زي إيلون موسك وستيفن هوكينج وسام هاريس ونيك بوستورم يحذروا من التطور ده، خصوصاً إنه ملوش حدود وملوش قواعد بتحكم الأبحاث بتاعته ولا حتى قوانين. طبعاً في ناس كتير جداً مقتنعة ومتخيلة إن الذكاء الصناعي مش هيتفوق على الإنسان لأن الإنسان هو اللي صنعه، وفي جدل كبير جداً في الموضوع ده. لكن مؤخراً وفي فبراير 2018 معهد مستقبل البشرية اللي تابع لجامعة أكسفورد طلع بحث عن الاستخدامات المضرة للذكاء الصناعي واللي عمل ضجة كبيرة في الأوساط العلمية على مستوى العالم، ما عدا احنا طبعا ما حدش خد باله.
أما الناس اللي مش مصدقة أن الذكاء الصناعي ممكن يتخطى البشر، فدول مش واخدين بالهم أن الآلة تخطت الإنسان أساساً في حتى في التفكير، بداية من هزيمة كاسباروف بطل العالم في الشطرنج قدام كمبيوتر ديب بلو، لحد الآلات اللي حلت محل الإنسان في أغلب مناحي الحياة وبقت أسرع وأذكى وأكتر دقة. ومش عايز أقولك بقى كمان أن الكمبيوتر دلوقتي بيألف موسيقى وبيكتب شعر وبيكتب مقالات علمية كمان لو عايز. الأخطر بقى أن الذكاء الصناعي بقى بيتعلم، يعني الأنظمة الذكية بتجمع معلومات وتحللها وتستفيد منها في الإجابة على أسئلة تخليها تتعلم أي حاجة لوحدها، بالظبط زي ما مخ الطفل بيتكيف مع البيئة اللي حواليه لحد ما يتعلم يسمع وبعدين يتعلم يتكلم. ده بقى يا سيدي اسمه Machine Learning، يعني الآلة بتتعلم. دي خوارزميات أو معادلات رياضية بتحاكي طريقة تفكير الإنسان عن طريق البيانات وتحليلها واستخراج إجابات، بتدي للآلة أو للبرنامج خبرة مختلفة في كل مرة بيحلل فيها البيانات. اللي الناس كتير ما تعرفوش إن الماشين ليرنينج نظرية أو فكرة ظهرت في IBM سنة 1959 كفرع من علوم الكمبيوتر أو الكمبيوتر ساينس. حضرتك بتتعامل كل يوم مع الماشين ليرنينج والذكاء الصناعي، بس ممكن ما تكونش واخد بالك. خلونا بقى نطلع فاصل ونرجع نقولك إزاي.